بالنسبة للبلح الأصفر الحين بدأ يلون، شوف فيه لون أخضر ولون أصفر، هذا اللون الأصفر يعني إنه اللي بيستوي ذي الحين يسموه زهو، هذا بالنسبة للشجر اللي نخل البرني. أما اللون الأحمر البلح الأحمر لسه توه أخضر ما صار ما لون، لكن هذا ذي الحين البرني لون. هذا الغربي، هذا الشجر الصغير كله النخل توه لسه أخضر ما صار فيه زهو ولا شيء. أنا الآن في الغربي جالس بين الشجر الصغير، شجر النخل الصغير كله فيه، وهذا المجلس اللي مسويه أحمد راجع مخربه وحاطه بجنب بعضه. أنا لقيت هذا وقعت فيه كله ككة حق طيور وحالته حالة. ويلا هذا شجر السيدة علي، هذا وهذا ذاك حق السيد علي فيه. شجر السدر النبق الذي يطرد الجن فيه، وهذا الآخر كله ومزرعة السيد السيد علي سليم، وهذا بستان شكر لور الجدار، وهذا من زمان الأجداد.